ياسمين محمد عيال اللي ما عندك هات 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 أول مرة يبعد بهم في مقر الولاية بشار باش نعطوا إشارة الانطلاق لأبنائنا أبناء الجماعات المحلية يروحوا المخيم الصيفي بولاية عينت بوشنت بمتارقة عددهم 250 شاب وطفل اللي استفادوا من هذه العملية هذه السنة فيها كل أبناء الجماعات المحلية من البلديات الدوائر والولاية أبناء الحماية المدنية كل استفادوا من هذه العملية هذا العام ظني عندنا برنامج آخر مع وزارة الشباب والرياضة اللي تجاوز 1000 طفل اللي راحين يستفادوا على 5 أفواج. المبادرة جات من السيد الوالي هو اللي عطانا الميزانية الكافية لهذا المخيم لا ديري 13 يوم وشينا لهم دي ساكادو لبسات على الاخر وان شاء الله تفوت في احسن ظروف ان شاء الله. انا فرحانه لانني يعني اول مره رايحه البحر ونشوفه ولا كورنوني. انا فرحانه بزاف.